والله بالنسبة لي توني سامع ان في شخص ان هو قري فاتحة ووافقوا له وتوكل على الله، هو المفروض حاليا هيك، وكان يعني ما يدروش هيك يعني قصدي باهي كيف بيتجوزوا وكيف البنت بيعطاها ولا الولد كيف بيتجوز والله بالنسبه للزواج في جائحه كورونا، وانا بالمناسبه هذه يعني عندي ولدي في بيتزوج اول الحياه خفت، ما عادش في ذيك الصلاه، ما عادش في الحلاوات، يعني على خفيف حتى المها يعني سقد وخلاص، يعني ما فيش يعني، لكن احنا المفروض نحافظوا على الزحمه هذه والصلاه هذه، ما نختلطوش بالناس هلبل باش نحافظوا ان تتفشى الفيروس هذا كوفيد 9 وتمشي الامور يعني طيبه ان شاء الله. لا صاله لا حتى حاجه في الحوش، ما عزمت حتى حد، مش في الصاله لا تكاليف لا حتى حاجه. انا خفت ايه خفت ايه خفت ايه. ما درتيش حلويات؟ لا لا نعاود نقولي ما درتش حلويات. ما درتش لا حلويات لا شيء، العشاء لا حلويات لا حتى حاجه. بالنسبه للاعراس الليبيه قلت في المرض الكورونا ان شاء الله. معنا قلت التكاليف من مثل ايه التكاليف والعزومه وكلها قلت. والصلاه ما عادش فيها؟ الصلاة ما عادش فيه، ولا الدفع حلبة ما عادش فيه، والتجمعات أكيد أكيد فريني أفضل هيك.